صباحكم كل خير. ترى ودي اسوي فقره الشاشه بس مو قادر، صار لي يومين او وديله هني واتذكر حتى سنة. ما اقدر اسهر لاني اقوم بكر، يعني كاني حاط منبه 9 9 ونص تلقاني قاعد ما خلاص. وبالنهار لا اله الا الله متى افضى، لما ارد البيت اقول يلا حاقعد على الكمبيوتر. والله كني دايخ الحين. رايح حق سكاريا، هذه دخلت سكاريا، رايح حق فرات، متواعدين انا وياه نتريق مع بعض، دوم بكر ونتريق مع بعض. موعدني فرات بملحمته، هذه ملحمة فرات، هني يسمونها القصاب يسمونها كساب، اسمها كيكيت. يعني شنو كيكيت؟ يعني اعتقد قال لي مره كليل الجبل. مكان الملحمة اتوقع داخله، مكان الملحمة عند تعرفون سير ديفان مول، والمول الثاني اللي هو 54 على الشارع هذا، اسمها كيكيت، شيء مرتب. هلا كادشم، جود مورنينج، جود نايت اني صراحه يا جماعه ملحمة كأنك داش اوتيل ما شاء الله تبارك الرحمن. ديكورات هني، هذا اللي يقص عليه هذا هذا يحطون لها ملح الهملايا بطريقه معينه بثلاجه، اللحم يتعتق. لازم بليك. This one 1 month؟ يخلونه شهر. لازم بليك يعني. ها. يعني people. In restaurant نصرات same ها؟ Same. Maybe customer coming. They have 5 cutting. اها بس لازم مور ذان 1 مانث. لازم يقول شوف اوكي ممكن شكلها تشوفونها كذي اسود بس لذيذ جدا. فيو نوت جود بات ذيس از، يقول لك فيو نوت جود بس لذيذ. طبعا بعد القس الملحمه ما شاء الله، اتذكر انه حتى عند خرفان مو بس ايوه هذه الحين هذا كله شغل خرفان اللي هو فخذ كامل او الريش او غيره. عنده تتبيلات، عرفتوا الشاشلك اللي تنباع بالمطاعم؟ هذه هي ترى، ممكن تاخذها بس انت بالمقله كذي. البرجر ما شاء الله تكه، هذه كلها متبله. فرات في ديليفري؟ في 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 تو صبانجات و صبانجه ميبي وان كوزو. اي اذا خروف كامل اوكي يوصل لك. اوكي ها ما شاء الله. اوسو باش اسكلا بس اشكلي اوكي بت وان كوزو. اي خروف كامل، هذا قسم الدجاج هنا. حلو الحركه هنا، حاط زجاج واللي داخل القصاب نفسه يشتغل داخل. انا اقول حق فرات مره، ترى هذا ستيكات ها، اقول حق فرات مره قلت يا اخي الحين الديكورات كذي ناس تشوفها راح تتخرع من السعر، يعني كانه غالي. يقول لها حالي حال اي شيء بس انا الديكورات صراحه متفنن فيها، يعني الاسعار القصاب حاله حال السوق تقريبا، بس المكان مرتب ونظيف. All meat my farm. ايه من يقول جميع اللحم هني من مزرعته نفسه. نير بولو ها؟ يس لا بليجيك. بليجيك منطقة yes. بليجيك عنده مزرعة عجول او مزرعة تسمين عجول في منطقة اسمها بليجيك. I am poor car small car you are luxury والله ما شاء الله. يقول تعال بسيارتي، قلت تعال بسيارتي، سيارتي انا سيارة فقارة ما شاء الله ما شاء الله والله فرت في اي بي. لا يعني I am poor يعني مسكين. لا لا هذا مطعم وموعدنا في فرات. يقول ابو سالم هذا حق الريوق راح يسكر على اغلب المطاعم من ناحيه مذاق ومن ناحيه فيو. موجود في منطقه ترى مو قريبه حيل، يعني خلينا نقول 30 دقيقه او 40 دقيقه من صبنجه. فرن السلام عليكم. كيفك الله يس السلام عليكم. ما شاء الله اهم شيء عندنا الخبز. Everything covered. Also egg. حتى البيض يا جماعه يسوونه بالفرن. طيب
مو بس الشرق مضاف. سلام. هذا المبنى هو المطبخ، في فوق جلسات بس يقولي بالشتاء أحلى، وهناك بعد جلسات. مكان روعة هادي، وبوريكم هناك الإطلالة حلوة، والحلو فيه ما حد يعرفه، يعني مو مزحوم حتى من الأتراك. والله قد فيو فرا والله. اي والله. هذا الريف الصجي تقريبا، دشيت على قراءه جوجل وطقيت من بيتنا معشوقيه الى هني 33 دقيقه. بس الحكي بالاكل، فرات يمدح الاكل. الشغل كله بالفرن، هذا بالفرن اللي مساء، هذا بالفرن، اتوقع جبن، هذا ما ادري شنو، بس بالفرن اللي مساء، واهم شيء الخبز فريش. كل الشغل على الفرن، كله كله، حتى هذا طالع مسوي فطاير بيض على الفرن. هذا شو بعد؟ اوه يوكا على الفرن. هذا بعد اللهم لك الحمد. مطعم صراحة خوش مطعم، يعني من المطاعم اللي تصنف بالنسبة لي، أكلة لذيذ، قاعدة حلوة، مكانه صاد، يسوى العنوة. يبعد مثل ما قلت لكم 30 دقيقة من صوب صبنجة، هناك صبنجة، فالمنطقة ريفية بالكامل، حتى أنك لما تجي بالدرب صراحة راح تستمتع بالدرب والريف. أحط لكم لوكيشن تحت، وترى بحطها بالمفضل عاد، خلاص المفضل الحين بدأت تزيد فيها، يمكن حول 117 مكان، وزاد مكان الحين. الحلو ان الشغل كله هني، البيض يسوونه هني، الجبنة هذه مثل العكاوي مع المشروم او الفطر، كلها على الفرن هذا، حتى الخبز. المزارع اغلبها مزارع خيول ما شاء الله. يا اخي حلو لما تشوف الخيول كذي هدد مفتوحة بمساحات كبيرة. اغلب المزارع في هذه المنطقة خيول، شوف الاسطبلات كبيرة هناك بعد. والله المكان جميل، اللي بيشوف خيول هني وهذه المنطقة بعد، شوف المكان كله اسطبلات ضخمة جدا، الظاهر يعني مشهورة بالاسطبلات. شكلته راح الوزن، راح يا جماعه. طيب فرات وين جايبني؟ هني تختار اللي تبيه، سواء التارت او الـ يعني اللي تبيه، سواء كرواسون او غيره، ويسوون عليه الكاكاو. شوف الحين تبي تحط فوق التوبينج اللي تبي. ما بي ستروبري. اوه كله قدام عينك. باختصار انت تختار التوبينج اللي تبيه. يا سلام يا سلام، والكاكاو هني قدامك سويه. هذا تارت وايس كريم، ملك شوكليت. ستروبري نفس الطريقة. والله قاعد يتناقشون، انا قلت لهم يسوون خصم ان شاء الله يقتنعون. السنة اللي طافت سووا خصم. هذا خوش اوتيل في سكاريا، اسولف لكم عنه الحين. ان شاء الله انه خوش عرض لكم من خوش اوتيل هنا. طبعا اول شيء السويت اللي شفتوه، الكاكاو اللي سوونه هني عند هذا البراند، وهذا براند مشهور حتى في اسطنبول، هني موجود فرانشايز في سكاريا. هذا القهوة وهذا المطعم هو الريوق حق هذا الاوتيل. اوتيل اسمه 54. الفكرة ان كله لكجري سويت، كله سويت،
غرفة وصالة غرفة وصالة مو غرفة بروحها. فهذه ميزة حلوة إذا كنت مع العائلة مع عيالك راح تكون بغرفة وصالة. هذا واحد. اثنين، الجميل جدا أنك تنزل تحت ما يحتاج حتى تحرك سيارتك، أنت داخل مول. هذا كله مول من هناك إلى هني، هذه كلها مطاعم، هذه كلها البراندات موجودة داخل هذا المول. تتمشى بس وتكون داخل هذاك المول. شوف ما يحتاج تروح بسيارتك. فيعني تبي تنزل قهوة بالليل مطعم شيء حلو يكون في سكنك، مو عند سكنك، أنت ساكن أصلا في المول تقريبا. الهوتيل في سرديفان، منطقة سرديفان، ومشهور في سرديفان هذا المول، ومول اسمه سرديفان مول. نفس الطريقة تتمشى له مشي عند هذاك الشجر تقريبا يمين، ما يبين هني، يمكن لو روح يسار سيدي هناك يبين. فأنت أنت تحتك تقريبا مول وعندك مول ثاني، هذا كله مشي بدون سيارة. هذه ميزة بالنسبة لي، زائد أن في خصم قوي راح يسوونه الحين. الخصم ايش قالوا لي؟ قال أبو سالم أي حد يجي لك بس يقول كلمة أبو سالم لك 30 يورو. 30 يورو تقريبا قرابة العشر دنانير مجانا. خلنا أوريك داخل. هذا هو الأوتيل، وهني مدخل السويت، وهذا مدخل اللي هو المكان اللي مفروض هني فيه ريوق. وأصلا هو صراحة هذا لو مو ساكن هني أنت يسوى التعنال على السويت اللي شفناه مساء. خلنا أوريكم الغرف فوق أو السويت اللي قالوا عنه. أوريكم السويتات وكلهم تقريبا نفس الشيء. هو عبارة عن سويت، صالة مثل ما تشوفون، وهني دورة مياه، وهذا مكان خاص يعني خلينا نقول التخزين. هذه الصالة راهية، مطبخ مفتوح عليها، طاولة هني. هذه ترى ممكن تصير سرير، هذه تصير سرير لغاية هني. طبعا البلكونة تطل على هذه، واحدة من الغرف اللي تطل على المول مباشرة. شوف هذا مدخل المول هناك. فالعيال تحتك، تلفزيون، وهذه غرفة النوم. طبعا كلها مكيف، وهذه غرفة النوم. عندهم هني ثلاث أنماط أو نظام. النظام الأول يكون كذي كينج، ولو تبي سرير إضافي يجيب لك سرير إضافي هناك ب 15 يورو، ومع الريوق. فهمت شلون؟ يعني إذا جبت سرير إضافي 15 يورو وجوده هني زائد ريوقه. هذا نظام. في نظام ثاني يصير هني في ثلاث سراير، يكون ثلاث سراير ويجيبوا لك الرابعة. بروح أشوفه الحين. هذا شوف، هذا الغرفة، وهذه الصالة. المساحة ممتازة جدا صراحة. خلينا نشوف الثانية. هذا اللي أقول لكم النظام الثاني، نفس الصالة تقريبا بالضبط، مطبخ هني، دورة مياه هني، الصالة واسعة، وهذا ممكن يصير سرير هني. ممكن هذا ينفصل ويصير سرير اثنين ثلاثة، كلهم منفصلين، وممكن يجيبون لك الرابع إضافي. هذه يسمونها فاميلي سويت، هذاك الكينج سويت. عندهم نظامين من السويت، نفس المساحة نفس الشيء، الفرق ان هذا فيه ثلاث سراير، هذاك فيه بس واحد كينج، اما اي واحد اضافي بحسابه. قال لي 15 يورو. حلو لو كنتوا عدد اكبر، يعني انا اشوف الوحدة تشيلها اربع اشخاص، طبعا يعتمد الاطفال، ممكن تاخذون ثنتين مقابل بعض. الفندق ما شاء الله يعني تقدر تحجز مبكر، تحجز لك اربع غرف او اربع سويتات حسب عددكم. مكان اللوكيشن، المكان، المول ممتاز صراحة. في سكاريا هذا الفندق بكل بساطة، والحلو القهوة اللي عنده ترى مختصة، بوريكم إياها الحين. الأسعار باليورو، وهذه هي الأسعار فوق. طبعا الفاميلي، هذه الفاميلي وهذه الوسطية. أما الغرف ترى ما فيه غرفتين أو ثلاث، مو واجد الغرفة الصغيرة. الوضع كله سويتات اللي هي ب 200 يورو و 185 يورو. مجرد ما تقول من طرف أبو سالم، وطبعا تقدر تكلمونهم عربي، في موظفه اسمها بسمه، تكلمونهم عربي، ابي من اليوم الفلاني اليوم الفلاني، مجرد ما تقولهم ابو سالم راح يطيح لكم من اي شيء تختاره 30 يورو، يعني 10 دنانير طايحه خصم. ايش رايكم بعد؟ والله كلمناهم مساء وضبطت العمليه. والله غلبتك حبيبي، الله يسعدك، تسلم، مشكور مشكور، الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. يقول هذه من العراق إلك، الله يجزاك خير. واحد من المتابعين وانا واقف هنا قدام الفندق وقف، كان يقول والله العظيم انا جاي متعني بس عشان اعطيك هذه، الله يجزاك خير، سويت من العراق. عموما الله يجزاك خير وكثر خيره. هذا الاوتيل اسمه 54
موجود في وسط المول، حطيت لكم حتى رقم تليفونه تحت، بس تضغط ويدخلك عليهم. في موظف اسمه بس قوله ترى انا من طرف محمد الحصينان، بيطيحوا لكم باذن الله 30 ليره. وقلت لكم الريوق هني ما شاء الله اهل القهوه المختصه راح يستمتعون. حتى المالك هني قاعد يسولف لي يقول لي هذا الجهاز المانيوال مو موجود بواجد اماكن هني بتركيا، عندنا اياه. هذا ما شاء الله مكان مرتب، السويت الفكرة السويت جميل جدا، ونفس المكان هني اللي هو حق الريوق. هذا ريوق الشخص الواحد من سكان الفندق، وعندهم طبعا بالمنيو يعني اكثر من شيء، لانك تقدر هني تسوي السويت اللي تبيه، وفعلا والله لذيذ يعني. التارت الكرواسون شيء مرتب وراهي، حجمه كبير. وعندهم كذلك الكاكاو اللي يبيعونه بالشكل هذا موجود هني، وكله شغلهم هني، شغل تصنيعهم داخل قاعد يشتغلون فيه. والله انا احب سكاريا وشوارع سكاريا ومطاعم سكاريا. هذا جنب كنافه مال سكاريا صراحه بالمطاعم صراحه لا حد يزعل، بالمطاعم سكاريا تفوز على ازبت صراحه. وترى للعلم سكاريا عن ازبت نص ساعه، يعني ما ادري ليش يزعلون على بعض يعني. فعلا يعني تطلع من سكاريا عادي تتغدى هني وتتعشى هني. والاحلى من هذا كله منطقتنا صايره بالنص، ربع ساعه يمين ربع ساعه يسار، يعني انا ربع ساعه من سكاريا، من وسط سكاريا الى البيت، ونفس الطريقه ربع ساعه من وسط البيت او اقل بعد ما بس يمكن 11 12 دقيقه من البيت الى وسط ازمت، يعني خلينا نقول الى سمبل مثلا مو اللي بازمت. والله وصلت البيت ورديت مره ثانيه سكاريا، طلعت من سكاريا رحت الصبنجه ومعشوقيه ورديت مره ثانيه، ضرسي شب علي. ف عارف لي هني كم عياده اسنان صراحه بروح لها، وضع لا يطاق. كنت اقول لا يعني ما يومين جايين يومين جايين، انا من النوع اللي كذي عادي عادي تحمل فاشد على حيلي. عاد كنا الحين مساع بالدرب، قلت لا عاد انا بروح اقيل، يعني قلت بروح انام بريح شوي، قلت لا هذه ما فيها نوم، شكلي بروح ما راح انام. السلام عليكم. اختي بس ترجمي له، عندي مشكله في حشوه قديمه وممكن طايحه، وبدي الدكتور يشوفها بس. تمام اوكي. اي سن ورا من الطواحين ولا كيف؟ اي من الطواحين. تمام اوكي تمام. نيدر روما شيء اسكتوا بصوت. انا الدكتور صدق بتركيا سالفة اللغة مشكلة، بس تمشي يعني. أدش أنا أقول السلام عليكم، أحد يتكلم عربي؟ كان دق لي على واحدة. تمام يلا. أسأله بكم التكلفة على الضرس الأخير؟ تك ديش نقدر فيات؟ 1500 يعني 1500. شكرا. تمام. العفو اهلا وسهلا. تمام. تم التخدير الحين. والدكتورة شغالة الحين ما قاعد تسوي. ضرس واحد تقريبا يعني لو بالدينار الكويتي 17 دينار، شالوا الحشوة قديمة، نظفوا شو اسمه؟ نظفوا الضرس نفسه والامور تمام. تقول لي الضرس الثاني يبي له شغل، بس في مريض جاي فما نقدر نسوي لك الحين عالجنا اللي عورك، حط موعد وتعال وقت ثاني. اسم العياده شيرين كير. انا كنت اتوقع ان في موظف عربي، بس اول ما دخلت صراحه كانه في موظف عربي صراحه. تليفون دكتور اتكلم هذه الوحده مترجمه، والمترجمه تكلمني. موجود في سكاريا، اسمه شيرين كير. والله خذيت لي خوش نوم عقب طبيب الاسنان. عندي فكره، الغرفه الزجاجيه هذه حلوه حيل، بس فيها ستاير واجد، يعني واحد اثنين، طبعا هني واحد اثنين ثلاثه، هذول الرول غير السحب، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره 11 12، فلو بفتحهم يعني قصه. لا هذول واحد يعني خلينا نقول هم من عشره، فقصه لو بفتحهم واحد واحد. الفكره اللي في بالي نفس الكويت. يا سيري افتح الستاير، يفتحون كلهم، بس ان شاء الله يضبطون، سواء سيري او ضغطه زر، بس لازم اسوي الفكره. في اكثر من جهاز
اللي شفت الخيط هذا يركب عليه هني وخلاص الخيط هو بطارية هو اللي يرفع. ما شاء الله ما شاء الله، هذا ولد فرات متواعدين هو يا سالم هنا بالمسبح. ها هاو ار يو؟ فاين. هذه الاجواء بالليل عند الربع، جلسه دوانيه حلوه. خلي لنا الدكتور مضبطنا، والله مضبطنا، والله يا دكتور مضبطنا. الله يجزاك خير. اي والله الله يجزاك خير.